باب الأزهر عرف نعم. نفسك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. علي الصعيدي، أعمى إماما وخطيبا بأوقاف الشرقية. المشكلة التي نحن بصددها هي مشكلة أو أزمة تعيين خريجي جامعة الأزهر من عام 2002 حتى 2010. المشكلة تكمن في أن قيادات الجامعة تعسفت، بل وهذا يعتبر المخطط الكبير الذي من شأنها القضاء على الأزهر، حيث أغلقت في غضون هذه السنوات الماضية في حقبة قليلة من الزمان أكثر من 32 كلية في مختلف الأقاليم، وقلصت المناهج كما نرى من تراجع القيمة الأزهرية التي كانت قبل ذلك لها السطو على جميع المناهج التعليمية في داخل القطر العالمي كله، قطر أجنبي وإسلامي وعربي، كل هذه الأشياء. وسبحان الله، أرى هذا التعسف من القيادات إذا كان الشيخ المراغي عليه رحمة الله قد وقف وقالها عندما أملى عليه حسين سري رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وقال له إننا نريدك أن تجعل هذا الموقف متضامن وأن تحرض هؤلاء الناس بأن يقفوا مع حكومة إنجلترا وغيره، فوقف الشيخ وقال له لا سلطان على الأزهر ولا على شيخ الأزهر إلا لله سبحانه وتعالى، فمن أنت حتى تملي علي هذه القرارات؟ فوالله الذي لا إله غيره لو شئت أنا لارتقيت من بر الحسين هناك، ولا خطبت فيك خطبة جعلتك بين عامة الناس، ولا عزلتك من مكانك حتى أصبحت تحاكم بين عامة الناس. هذا هو شيخ الأزهر الذي وقف في وجه الظلم ووقف وقال لا. هذا هو الشيخ جاد عليه رحمة الله، جاد الحق، آخر شيوخ الأزهر المنصفين، الذي وقف وقال للظلم لا، وقف أمام سوزان مبارك، هذه المرأة الطاغية، زوج الطاغي عليه من الله ما يستحق، وقف وقال لها في مؤتمر السكان آنذاك لا والله ما كنا لنضيع هيبة مصر. كل هذا كان من شأنه هو الارتقاء بالأزهر من 2002 وحتى 2010، الأوائل يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الطامة الكبرى التي ألمت بالأمة الإسلامية، ترى لما يفعلون هذا؟ إنها سياسة كما قلت للقضاء على الأزهر. طبعا كان قبل ذلك ينزل ما يسمى بإعلان أو بتكليف من الذين هم أوائل خريج الجامعة وكانوا يعينون، فلما تولى الدكتور الطيب هذه الجامعة من فترة 2003 حتى 2009 قبيل وفاة الشيخ السابق الشيخ الطنطاوي، وكان في وقتها الدكتور الطيب لم يقم بتعيين أحد من الأوائل إلا ما رحم ربي فيما يسمى بنظام التكليف. نظام التكليف هذا كان يقارن بين دفعتين، مثلا أنا خريج دفعة 2006، كان يقارن بيني وبين دفعة 2005، حتى من شأنه أنه يختار واحدا من الدفعتين، وهذا نظام ظالم. فكل سنة لها ما يتعلق بها من مقررات ومن مناهج ومن يعني بعض الأوضاع التي قد تختلف من أستاذ إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. طبعا هناك مشكلة أخرى كانت تقابل، أنه قارن ما بين التكليف، ما بين المجموع التراكمي لأربع سنوات وما بين التقدير العام لآخر عام، وهذا ظلم بين. والمقارنة بين الدفعتين هذا نظام ليس بقانوني، وقد أفتت يعني أفتى القانون الذي يتعلق بالأزهر أنه لا يجوز المقارنة، وإنما اعتمدوا فيها على فتوى من مجلس الدولة، والفتوى غير ملزمة كما نعلم، وإنما القانون وأوضاع القانون ومواد القانون هي الفاصلة في هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك أنه كان يضع الأصول والفروع مع بعضهم البعض بدون فصل، يعني مثلا كلية ولتكن ككلية الدراسات الإسلامية للبنات هنا في القاهرة، كان يجعل كلية الدراسات الإسلامية في كفر الشيخ هي تابعة لها، وكلية الدراسات الإسلامية في بلد كذا تابعة لها، ويدمجهم في بعضهم البعض حتى تصير دفعة واحدة أو كلية واحدة. فمن ذا الذي يقول هذا الكلام؟ إننا قد أتينا لا نريد كما يقولون هذا العدد الكبير، نريد كما كان يقولها أحد علماء الأزهر لوزير الأوقاف آنذاك، نريد مساواة باسم الديمقراطية، نريد مساواة الأغلبية بالأقلية. إذا كانت جامعة واحدة على مستوى العالم هي جامعة الأزهر فقط، نريد منها تعيين يعني لا يتجاوز 10,000، في حين أن الجامعات الأخرى أصدر لهم الدكتور عصام شرف وزير البحث العلمي بتعيين 58 أو 52 ألف واحد من الخريجين. فبالله عليك، أفلا يتستحق هؤلاء الذين هم صفوة
المجتمع في أوائل جامعة الأزهر الذين يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المكانة بأن تصدر لهم 10,000 درجة. بالله هذا الأمر لا يطاق. إننا لما ذهبنا إلى الجامعة واعتصمنا فيها 12 يوما هناك داخل الجامعة داخل مجلس الجامعة وأعدونا بحلول زائفة لم نرى منها شيئا. وعندما اطلعنا على الأوراق بعد أن أقسم رئيس الجامعة بالله مرارا وتكرارا أننا سنقوم بتعيين الأول والثاني من كل قسم وأيضا في الشعب العامة ستعامل معاملة الأقسام، فإن كانت في الشعبة 3 أقسام فإنه سيقوم بتعيين 6 في هذه الشعب. فبالله عليك لا نريد إلا حقنا، هذا مطلب المشروع. فلما ذهبنا إلى هناك وتحدثنا معهم ويعني أقسموا بالله أنهم سيفعلون معنا ما نريد، لذلك أخلونا القاعة وكان بحضور عضو المجلس العسكري اللواء طلال عبود، وكان هو الذي قد حضر وشاهد على كلام رئيس الجامعة وعلى كلام القيادات. فبعدما أن انتهينا من ذلك وعدونا في خلال أسبوع سينتهوا من هذا الأمر، لم نجد من ذلك شيئا سبحان الله. توجهنا إلى مجلس الوزراء حتى بعد ذلك نرى مصيرنا وحتى بعد ذلك يعطونا هذه الحقوق، فلم نجد منهم شيئا غير أنهم الضباط هناك قد قاموا بكشف النقاب عن أخت لنا وضربوها وأهانوها. فلما توجه إليهم 2 من إخواننا الذين معنا، أحدهما إمام والآخر خريج هندسة زراعية من حملة كتاب الله ومن أوائل الجامعة، ضربوهم. الإخوة الذين اعتقلوا هو الأخ الأول محمد لطفي السيد وهو الأول على كلية المنصورة كلية أصول الدين، والأخ الثاني جمعة عبد الوهاب وهذا خريج هندسة زراعية، والأخت الذي اعتدي عليها هي الأخت عائشة محمد حسونة وهي خريجة أولى دراسات إسلامية فرع الزقازيق. هذا ما فعلوه معنا. وبعد ذلك تم حبس الإخوة 4 أيام استمرار على ذمة القضية، ثم بعد ذلك توجهون بالأمر حتى ينسبون إليهم ما يسمى بأمور بلطجة وقضية بلطجة، يتراوح الحكم فيها ما بين 8 سنوات وحتى 10 سنوات. ولا أدري لما ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمحضر قد جعلوا فيه يعني مصيبة كبرى أنهم قاموا بالاعتداء على ضابط، وقاموا سبحان الله تزيف الحقائق وتبدل، وما زلنا نحكم بيد أبي لهب إلى الآن، فحسبنا الله ونعم الوكيل.